الا في العقول الاكبر بعد 150 كيلو يفضل. دايما انت في الفطام استخدم دريس، استخدم برسيم، قلل قوي في استخدام السلاج. ودايما السلاج له كاركتر، له علامات مميزه عشان تقدر تستخدم هذا السلاج او لا تستخدمه. ايه هي؟ اول حاجه تحط ايدك في المقموره وتمسك البتاع. حطيت ايدك في المقموره لقيت ايدك ولعت سخنت، يبقى المقموره مش مظبوطه. حطيت ايدك في المقموره وشديت وشميت لقيت ريحه الخل واضحه، يبقى 100 100. يبقى علامات السلاج الجيد ايه يا اخوانا؟ اول حاجه انه يكون سايع، ما يكونش سخن لما تحطه في المقموره. معايا ولا بطل؟ تكون تشده تلاقيه سايع زي التلج في ايدك، ما يكونش سخن. سخن ما حصلوش تفاعل، سخن يبقى حصل له تفاعل كيميائي، يبقى حصل له مشكله، يبقى حصل له تعفن، يبقى هيضر الحيوان بتاعك. لازم يكون سايع، لازم يكون ريحته زي ريحه الخل، والاروما والتقطيع بتاعته تقطيع صغيره. انا كده اخدت الساعه بتاعتي، اشكركم جدا. ذره صويا رده، ويفضل الذره والصويا بس عشان توصل لنسبه، يفضل عشان توصل لنسبه ال 18% بروتين. طب بالنسبه للحلاق التي دي ان بتاعها هنا ممكن توصل 75% ل 96% بالنسبه للستارتر. وبالنسبه للحلاق المستخلص بيخرج عادي ولا لا؟ خش براحتك. مستخلص موجود، مستخلص جزء بطن موجود، مستخلص عباد موجود، كل ده ادخله. كل النسبه عش برتقال موجود موجود على حضرتك اهو. كل النسب اللي انت عايز تدخلها بس في الاخر طلع انت عايز كام كيلو كالوري من الطاقه وعايز بروتين قد ايه. النسب مش انا اللي اقولها، النسب انت اللي تقولها من خلال انت تحطه. بس في شروط، ممنوع ترفع نسبة الردة عن 18% من العلاية بتاعتك، ما تعلاهاش وصلها ل 25%، ممنوع توصل للمستخلص جزء القطن أكتر من 20%، ما تحطوليش 25%، دي في نسب. طب لو زاد في الوقت؟ أيوه، ما هو أنا بقول لك الردة تعمل لك مشاكل، تعمل لك السلام، المستخلص جزء القطن يعمل لك مشاكل في الكبد. يعني في نسب معينه انت لازم لا تتعداها، بس خد اللي انت عايزه كله. ايش البرتقال اعمل لك حموضه مع انه رخيص وجميل وزي الفل، بس لو زاد عن حده، يعني لو زاد عن 5 كيلو للحيوان الواحد يعمل لك مشاكل. تمام؟ شكرا. اعتبره. شكرا، السلام عليكم. نشكر الاستاذ الدكتور حامد موسى على هذه المحاضره القيمه ومعلومات القيمه.